بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضرتكم. كشفت إحدى الصحف التركية عن تعرض لاعب المنتخب التركي للتهديد من قبل بعض الجماهير الجزائرية أثناء مشاهدة مباراة المغرب والمنتخب التركي. وماذا حدث عزيزي؟ قد كشف هذا اللاعب لإحدى الصحف التركية أنه في غرف الملابس المغلقة تم دخول الجماهير الجزائرية التي ناشدت اللاعبين الأتراك باللغة التركية بالفوز على المنتخب المغربي لتحقيق حلم الجماهير الجزائرية. يا إلهي، ما هذا الخبر؟ هذا الخبر عزيزي أنا لقيته هنا في المنصة ولقيته في مواقع كتير، فقررت إن إحنا نرجع بقى نكافح الهبد. أو والله العظيم بجد يقول لك كشف الصحف، إحدى الصحف التركية اللي هي جيس وات، إيه هي الصحيفة دي، عن تعرض المنتخب التركي للتهديد من قبل جمهور المنتخب الجزائري أثناء الشوط الأول. كانوا بيحفزوهم وبيقولوا لهم تمام أركداشلار، ايه ماركاداشلار، ادوه ماركاداشلار. والشوط التاني قال لك ان هم كانوا ضد الجمهور، اللي هو ايه يا اسطى، ايه يا اسطى في ايه. بس بصراحه هو هبد عالمية، وللامانه يعني انا لقيت موقع هو اللي كاتب القصه دي، ولقيت بعد الموقع ده يوتيوبر نزلوا الفيديوهات، بسم الله ما شاء الله كلهم معديين في ال 80,000 ومعديين يا اسطى، فبسم الله ما شاء الله يعني هذا الخبر الهبدي عدى 80,000 مشاهده. احنا بقى بنقول ان هو هذا خبر هبدي عشان عدي 200 مشاهده. الفقر فقر يابا، باشا الفقر فقر. بس عادي يا عزيزي، هو ده خبر هبدي. ليه بقى خبر هبدي؟ اولا بدون كشف مصادر اعلاميه، يعني مثلا ايه الجريده التركيه اللي نقلت الخبر؟ طب ايه مين هو اللاعب التركي اللي قال الخبر اصلا؟ طب وبعدين في ازاي جمهور جزائري هينزل لك في غرف خلع الملابس؟ ربنا يعرفوه بالعقل، بس طبعا احنا عندنا العقل في ظل ما بيكون فيه شويه مشاكل ما بنفكرش بيه. فهي دي المشاكل بتاعتنا بقى، ان احنا لما بيكون في اخبار ساخنه بنلغي العقل. بس عادي يا عزيزي، انا اتضربت في دماغي ان انا اطلع نحارب الهبد، لان انا نفسي احارب الهبد بقى لفتره، بس خفت ان انا اجيب الفيديو بتاع القنوات دي عشان خاطر ما يدلوش كوبي رايت استرايك. يعني انا يوم ما اخد كوبي رايت على فيديوهات هبله. طب ما هو ده فيديو هبل، ما انا عارف عزيزي، عشان كده انا طالع بقول لك ان هو فيديو هبل. بس لو عجبك الفيديو الهبل ده بقى اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو الهبل ده اوعى تصدق اي حد غير لما تسمع مصادر، ولما ترجع للمصدر الحقيقي تلاقي المصدر الحقيقي ده منزل الخبر، انما لو اي حاجه تاني مالناش دعوه. وبعدين برضو في حد كان حاطط صوره الرئيس الجزائري في الخبر، اللي هو ايه اللي جاب القلعه جنب البحر سعادتك؟ ما حدش عارف. وبعدين حلم ايه؟ في شوية حاجات اتقالت في الخبر ده كانت عجيبة وغريبة، وفي حاجات اتقالت اغرب من الفيديوهات. فعزيزي ما تصدقش، اوعى تصدق اي حاجة، فرمت دماغك وما تتفرجش على الحاجات دي.